نتحول إلى شأن فلسطيني، إذ استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب آخر ثم اعتقل شمال جنين في الضفة الغربية. وادعت السلطات الإسرائيلية أن شابين فلسطينيين حاولا طعن جندي على حاجز الجلمة شمال جنين قبل أن تطلق النار عليهما. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو أحمد عوض أبو الرب والمعتقل يدعى مؤمن كميل، وهما من بلدة قباطية جنوب جنين. كيف محل ما فينا فيش هجرة راح بنضل مروحين، ما بقول لك اه بنضل مروحين.